زيارتنا اليوم إلى عائلة المرحوم الفريق مشهور حديث الجازي. كيفك يا ستي؟ شو أخبارك؟ كل عام وأنتم بخير. وبس برمضان إيش طقوسكم اللي من أيام يعني من أيام الوالد رحمة الوالد الله يرحمه لا لا لليوم إيش الطقوس اللي قلنا إن لازم لو يقول دائما لو شربت مية لازم تقوموا على السحور كلكم. وبعدين صغار كان عنده يسوموا ليش؟ بس إنه لأنه أبوهم قايم من السحار لازم يقوموا. فالمكان عنده السحور مهم جدا. لو شربت مي هو ما ياكلش. والله مرار يروح على الثلاجة ياخذ كاسة حليب وحبتين تمر. دائما يعني بغير الصيام كمان. نعم. طيب دكتور عمر ايش تتذكر الوالد كان عنده عادات وطقوس خلال شهر رمضان المبارك؟ الله يرحمه كان صراحة وانا بتحسي فيه صايم ولا كان يشكي أبدا صراحة. نفس الطاقة نفس المعنويات دائما موجودة. وكانت كان حريص على صلاة التراويح دائما صلاة التراويح بعد الإفطار. ما كان يسيبه كسل حتى لو تقدم بالعمر الله يرحمه. حتى لما كان يأخذ أدوية كان يرفض أنه يفطر صراحة. يعني كان له خصوصية رمضان أنه بجمع العيلة كلنا خاصة بوجوده يعني في كل يوم نفطر معه. فكان صراحة إلى متعة نفتقده كثير في هذه الأيام صراحة. يعني بهذا الشهر ويعني بقول لو كان هو موجود الآن كان قديش بتألم على غزة. كلنا قاعدين شو بنفكر يعني الله يهون على أهل غزة. أول شيء العدو بده بيستهدف العزيمة والأمل ويكون في عنا يأس وما في حياة بدي يأس. والمقاومة ما بتولد من اليأس بالعكس بتولد من روح التصميم والالتصاق بالأرض. وهذا بدهم يقتلوا روحنا المعنوية. وإن شاء الله ربنا أكبر وشعبنا أقوى وبإذن الله ما بنتصروا لأنه هذا الشعب موجود هذه أرضنا وهذا صراع أبدي إحنا وياهم. واللي اللي بدعوا الإنسانية وحقوق الإنسان يتفرجوا على اللي بصير بغزة. وكملنا الحديث مع دكتور عمر الجازي وإحنا متوجهين إلى تل الرمان للإفطار ومنعود بعد أذان المغرب. دكتور عمر هلأ إحنا بطريقنا لوين بالضبط؟ الرمان إحنا رايحين منطقة الرمان منطقة قديمة مرتفعة نسبيا مش زي ارتفاع عمان يعني بين تتراوح بين 600-700 متر. كل منطقتنا 700 متر مطلة على سد الملك عبد الله وبتشوف فيها طبعا فلسطين من هناك. فهان منطقة تابعة إداريا لعين الباشا وسية تعرف هي معروفة كانت غير السد الملك طلال السبيد تيست زمان كان الله يرحمه الملك حسين كان يسويه هناك سباق السرعات اللي بيطلعوا فيه من تحت من عند السد لفوق لتل الرمان. منطقة جدا جميلة. اليوم بسام هو نقيب الملاحة نقيب وكلاء البواخر مسوي إفطار لأعضاء مجلس النقابة فبتشرفونا إن شاء الله معية كل يوم نفطر مع بعض في مناسبة حلوة في اليوم الرمضاني المبارك إن شاء الله. إحنا عم نسمع أخبارك الحلوة إن شاء الله دائما نسمع أخبارك الحلوة. وحضرتك أيضا مؤخرا سمعنا أنه كنت ضمن المحكمة الدولية ضمن أعضاء المحكمة الدولية لحقوق الإنسان الموجود بالأردن إيش هيك صح؟ ستي والله الله خليكي شكرا لكلامك الطيب. هو صار في الأردن عضو في محكمة العدل الدولية طبعا محكمة التحكيم الدائمة التابعة لمحكمة العدل الدولية ومقتضى الاتفاقية الدولية هي بتسمي 4 قضاة أو أعضاء بالمحكمة كل 4 سنين. وكان أنا كان لي شرف أن أكون ضمن الأعضاء ضمن يعني كوكبة من رجال القانون في الأردن. وكمان كان لي شرف أن أتعين عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا من نفس الأسبوع إجت التعيين. مهندس بسام كيفك؟ كيف؟ أهلا وسهلا.
انت بخير، كيفك؟ بعد ما الوالد توفى الله يرحمه، أنتوا كلكم بتخيل يعني حاولتوا تحافظوا على كل الأصدقاء، كل المعارف اللي كان الوالد بتواصل معاهم دائما. والله هذا يعني هي سنة لازم نقوم فيها. حاولنا نتواصل مع الجميع اللي الله قدرنا يعني نتواصل معهم، ويعني والكل احنا ما شاء الله احنا 5 اخوان وصبيتين، فيعني كل من ناحيته كان الصبايا ولا الشباب، كل واحد بيحاول يتواصل مع الاقرب واللي اسهل له للحركة. فحب يكونوا ابنائي موجودين ايضا كمان حتى يتواصل الاجيال كلها تتواصل مع بعض. طلال، بالأول أكيد منحب نقول لك رمضان كريم وكل عام أنت بخير. مشهور حديث الجازي يعني أثر فينا كلنا، والتاريخ طبعا يذكره قبل ما كمان الأشخاص كمان بتحبوا تذكره دائما وأبدا. وحضرتك كان لك الفرصة أنه تعرفه بشكل شخصي. نعم يا ستي، أنا تشرفت في معرفة أبو رمزي، وهو رجل كان مدرسة للرجولة، والحقيقة نحن في بيته صحيح، وضيوفا على أبنائه هم إخواننا وأهلنا، هذا صحيح أيضا، ولكنه كان حقيقة مدرسة أيضا في الكرم والأخلاق والوفاء. ونتأمل أن نستطيع أن نرد بعض الوفاء الذي تعلمناه منه لأي إنسان وأي فرد نلتقي به وعائلته أيضا. لك بيتك دائما عامر وبيوتكم دائما عامر. الله يخليكي، وشكرا لوفائك وقناتنا العظيمه هذه والطاقم الرائع اللي معك، وانت دائما مبدعه. وفائك ولرموز الاردن ورجالاته، وشكرا لكم شرفتونا ومشهور معزمنا اليوم. جميل، اهلا وسهلا. جميل، الله يخليك، وعن جد ان شاء الله دائما بنشوفكم بمناسبات حلوه ان شاء الله. كل أهلينا بالبيت، بس بحب أذكركم أنه بشكل يومي عم تربحوا معانا رحلة على اسطنبول. فقط ما عليكم إلا أنكم تجاوبوا على السؤال اللي رح يطلع على الشاشة خلال الفقرة، وبتدخلوا على السحب لحتى تكونوا موجودين معنا خلال العيد إن شاء الله، على العيد مع غادة بمدينة اسطنبول الخلابة. الإقامة لمدة 4 ليالي و5 أيام بأوتيل 5 نجوم تايتانيك، وهذه الرحلة مقدمة من البكير للسياحة والسفر وباور تورز. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم وإفطار شهي وصيام مقبول. باي باي.